They just finished Quran, Tilawatan, reciting while looking at it. The next assignment for this set of students, inshallah, is to memorize Quran without looking at it, and as well tell the meaning, the tafsir of Quran, and the stories all over in the Quran. Please, as they are going to university and coming back, allow them to come to Islamia. Never allow them to go with the ego of I have finished Quran. May Allah reward you people abundantly. We have 18, you know, graduating students. May Allah reward your parents for this perfect job done. The first who I will, inshallah, invite to come and recite Quran among the graduating students is Amir Abdul Malik. Amir Abdul Malik is going to declare this gathering open, as he will be the first to recite in this team of graduating students. Amir Abdul Malik, inshallah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. May Allah reward our parents abundantly. Wa jazakum Allah khaira. We inshallah, it's okay. Invite Hamad and the parent of Hamad, Jamil Muhammad. Naam, inshallah. Hamad Jamil. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Aman Jamil Muhammad. Min akademiyati Daril Huda CITEC. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. Sister Khadija, Naam, Alhamdulillah. The effort of parents is well recognized. May Allah reward you for this. Now we invite Sister Khadija, one of our graduating students, Khadija Adam. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين
فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. May Allah bless your children for you. May Allah subhanahu wa ta'ala make you perfect parent more than this. Wa jazakum Allah khaira. This from Khadija Adam. Perfect recitation. May Allah reward you people abundantly. I'm so impressed. Kum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Abdullah Mustafa min Akademiyati Dar al-Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. الله أكبر. This was a perfect recitation and I want to tell you wallahi is better than PhD from Harvard University. Wallahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي سلطان جميل محمد من أكاديمية دار الهدى سايتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم. الله أكبر. سلطان جميل محمد سلطان جميل محمد الله أكبر تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خالد شيخ محمد من أكاديمية دار الهدى CITEC. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Member Board of Trustees, may Allah subhanahu wa ta'ala entrust you with Al-Jannah. My mother, grandmother is here. Mother of Quran of today is here. She is mother of mothers to recite Quran. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Thank you very much for coming. Our Sheikh Muhammad, may Allah reward you abundantly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Muhammad Jami Abdul Wasi' min Akademiyati Daril Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Mama Jamil Abdul Wasi, MashaAllah. Please, thank you for coming. Keep releasing him so that I can memorize the entire Quran, inshallah. We now invite Muhammad Aminu Safana,
will be the next student who will recite, inshallah. Ismi Muhammad Aminu Safana, min Academia Darul Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الله أكبر. التكبير. الله أكبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ismi Laila Aliyusani, min Academia Tidariluda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahu al-Azim. Allahu Akbar. Alhamdulillah for the family. May Allah bless Sister Layla and her teams. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. Allah Akbar, Baba, thank you very much, mommy. May Allah reward you abundantly for this. Brother Sadiq, Quran is your friend.
You are friend to Quran. Allahu Akbar. Ismi Salahuddin Yusuf, min Akademiyati Darul Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakalladhi biyadil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والآيات ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل فارجع البصر أل ترى من فطور صدق الله العظيم. سورة الملك is very important and you need it in your grave. No dollars will work in the grave, but سورة الملك will be there for you. We invite Fuad Gidado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Fuhad Gidado, min Akademiyati Darul Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Sadaqallahu al-Azim. Atakbir! This is a full house. You're welcome. Thank you very much. Our Fuad, our brother Fuad Gidado. May Allah reward you abundantly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Munisa Awal, min Akademiyati Darul Huda CITEC. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. This is your day, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daddy, thank you for coming. Jazakumullah khair. Sister Munisa Awal and her parents. May Allah reward you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Muhammad Abdullah, min Akademiyati Darul Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. Madam, please come. Alhamdulillah. Aja inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad Saleh Abdullah. It's your time and parents are all here celebrating you. Allahu Akbar. May Quran remain your identity till the day of judgment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ismi Hawa Abdulwali Abba min Akademiyati Darul Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم. May Allah reward you people abundantly for the support you've been giving to Hawa, you know, in the course of coming out for her recitation. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me, Abdullah Idris, min Akademiyatil Darul Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. عبد الله إدريس. Allahu Akbar. At-takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Maryam Abubakar min Akademiyati Darul Huda CITEC. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم الله أكبر صدق الله العظيم from our sister every time to Islamia Allah will reward you with Al-Jannah please don't be tired encourage them to keep reciting Quran the best asset you could leave for your child is Quran and Islam جزاكم الله خير من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم Parent of Hafsat Nura Amadi you are welcome Allah reward you you have provided for her the environment to recite Quran and today is just the beginning Alhamdulillah